سلام ونعمة المسيح مشاهديننا الأحباء. اليوم ومن خلال فقرتكم خلك مع المسيح حنتكلم سوا عن موضوع التجربة والامتحان في نظر الله. للأسف من زمان وحتى أيامنا هذه تلاقي الناس تقول فلان ربنا غضبان عليه علشان كده تلاقيه فقير أو ما ينجح بدراسته أو أنه فاشل في تجارته، ولما تقول له ربنا ما يجرب أحد بالشر تلاقيه يرد عليك ويقول بكرة تفهم. ليش؟ هو ربنا غامض؟ ربنا يا حبيبي واضح مثل الشمس، وعطانا العقل علشان نفحص الأمور ونختار كل شيء زين. وبعضهم يقول لك بشكل ألطف شوي، يقول لك ربنا ما يجرب أحد ولكنه يسمح بالتجربة. هم يعتمدون على قصة أيوب، ولكن هذه مش قاعدة. ربنا كله خير وما يجي منه إلا كل خير. اسمع هذه الآية: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهواته. يعقوب 1 لآيات 13 إلى 14. مهم جدا أن ننتبه لما أحد يقول لك أنه ربنا بيبتليك لأنك عصيته، وكأنك باستطاعتك منع البلية أو البلية من خلال طاعة الله. هذا مفهوم خاطئ يا أخوة، لأن ربنا خلق الإنسان حر علشان يختار، وبناء على الاختيار يحاسبك ربنا. هذا هو العدل. ولكن حنا نحتاج ربنا يكون دوما معنا علشان نختار الاختيار الصحيح. شايف كيف ربنا يبيك تغير طريقتك بالتفكير من خلال تجديد ذهنك علشان تعرف ايش هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة؟ روميا 12:2. طيب، واحد منكم ممكن يسأل ويقول طيب يا دكتور ايش رايك بخصوص الامتحان؟ صراحة سؤالك مهم. الامتحان هو من عند الله، ولكن شوف، لان الله صالح فالامتحان اللي يجي من ربنا اصلا يبغى يظهر للناس صفات زينة موجودة فيك وانت اصلا تجهلها. خلينا نمسك مثل ابراهيم. ربنا اصلا كان عارف انه حيسمع كلامه. ربنا ما يعصي ربنا، إبراهيم ما يعصي ربنا، فربنا عارف أنه إبراهيم حيسمع كلامه لما كان طلب منه أنه يضحي بابنه إسحاق. هذا امتحان، لكنه كان واثق بعهود الله، لأنه من نسل إسحاق ابنه حتتبارك الأمم. إبراهيم واثق بربنا ثقة تامة بأن الله ثابت وما يتغير، وما دام وعد لزوم يوفي. ولكن كيف؟ إبراهيم سلم أمره لله وأطاع، ولما طاع إبراهيم منع الرب من تنفيذ الأمر، لأن الله عرف أن إبراهيم رح يطيعه وما يكسر كلامه. تكوين 22:12. وبالتالي ظهر لنا إيمان إبراهيم، وربنا مدحه على هذا الأمر. ربنا أصلا خالق الإنسان حر وعنده إرادة، ويبيك ربنا تمارس حريتك بالشكل الصحيح وتجي للمسيح بكامل إرادتك وتحب ربنا بكل قلبك، ومش خوف من السيف ولا العصا. هذا مش حب. الحب الحقيقي هتختبره لما تعرف المسيح وإيش سوى علشانك. صلاتي إنه كل قلب وكل أذن وكل عين تشوف هذه الفقرة تتبارك بلقاء شخصي مع الرب يسوع المسيح وتخلص بالكامل. حريتك وقرارك الشخصي، هذه حريتك وهذه قرارك الشخصي. ويبعد ربنا عنكم كل تجربة، وينقي إيمانكم مثل الذهب علشان يلمع أكثر وأكثر بالمسيح يسوع. آمين.
حياتك قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك ارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا تأجل ارجع بسرعة اليوم لا تقول برجع بكرة بكرة ما هو معلوم من في نظام عمره ارجع بسرعة اليوم لا تقول برجع بكرة بكرة ما هو معلوم من في نظام عمره يكفي ما فاتك تكسب حياتك قبل مماتك اكسب حياتك قبل مماتك وارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا تأجل ابنه محبوب غالي عقلب الله لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى انت ابنه محبوب غالي عقلب الله لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى اختار نجاتك تكسب حياتك قبل مماتك اكسب حياتك قبل مماتك وارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا 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 تأجل لا تأجل لا تأجل لا قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك ارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا تأجل أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. اليوم ودي أواصل معاكم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والمأخوذة من الإسلام عن المسيح والمسيحية. فمثل ما تكلمنا في السابق عن أن المسيحيين يعبدون إله واحد ومش ثلاثة آلهة وإنهم أبدا ما يعبدون السيدة مريم وإن هذا الكلام غير صحيح، وذكرت في السابق موضوع الصلب وعدم منطقية التشبيه، فاليوم نتكلم عن عدة اعتقادات خاطئة أخرى وتحتاج إلى تصحيح وتوضيح، وبيكون أولها عن وقالة النصارى المسيح ابن الله، وثانيها عن هل اتخذ الله صاحبة وولدا، وثالثها عن هل فعلا جاء المسيح ليكون ملك سياسي، وأخيراً هل بشر الإنجيل بنبي يأتي من بعد المسيح اسمه أحمد؟ وخلونا نبدأ أولاً مع وقالة النصارى المسيح ابن الله. فيقول القرآن في الآية رقم 30 من سورة التوبة: وقالت النصارى المسيح ابن الله
ذلك قولهم بأفواههم يضائهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. والحقيقة إن هذا موضوع صحيح وحق إلهي ما أقدر أنكره، وفعلا يوجد آيات كثيرة في الكتاب المقدس تؤيد وتتفق مع ما جاء في القرآن، مثل الآية اللي تقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. لكن الموضوع هنا مختلف ويحتاج إضافة مهمة، فلا تأخذ جزء من الحقيقة وتنكر الباقي، فهذا لقب ما جابوه المسيحيين من عندهم، لكن المسيح هو من أطلق على نفسه لقب ابن الله وفي الكثير من الآيات والمواقف، وأذكر لكم منها على سبيل المثال هذه الآيات. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو. وفي يوحنا 9 فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو. فالمسيح مثل ما شفته هو من قال عن نفسه إنه ابن الله، ومش المسيحيين. فالمسيح أدرى بنفسه من غيره. لكن خلوني أقول لكم إن البنوة هنا مختلفة في مفهومها عن البنوة البشرية الناتجة من تزاوج. فالمسيح ابن الله ما يعني إن الله تزوج وأنجب المسيح في وقت معين، لكنها تعني الابن المنتمي إلى الآب، يعني بالضبط مثل ما نسمي المقيم في المنطقة الشرقية بابن الشرقية، وللمقيم في الحجاز بابن الحجاز، فنقول المسيح ابن الله. وأكيد إحنا عارفين إن الحجاز ما تزوجت وجابت ابن الحجاز، ولا الشرقي تزوجت وجابت ابن الشرقي، لكن هذا مجرد لقب يخص انتمائهم لمناطقهم. وهذا باختصار نفس الموضوع مع بنوة المسيح. وعشان كذا كلمة المسيح ابن الله تزعج سماع الأخوة المسلمين وينفرون منه لعدم فهم معناها الحقيقي وعدم تقبلهم أو تعودهم عليها، وهذا بسبب الرواسب الإسلامية والفهم الخاطئ لبنوة السيد المسيح وعلاقته بالله، لكنها حقيقة مفهومة وبسيطة ومقبولة جدا لو فهمنا معناها الحقيقي. وأحب أضيف هنا أن المفهوم المسيح اللي بنوة المسيح هو أن الإبن مساوي للآب في الجوهر، فيقول المسيح أنا والآب واحد، ويقول ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ وهذا يعني أن بنوة الله للمسيح بنوة أزلية سابقة للزمان فما لها بداية، وأيضا هي أبوة أبدية ومستمرة فيعني ما لها نهاية. وأرجع وأقول إن هذا إعلان من المسيح عن نفسه وما اخترعوه المسيحيين من عندهم. وبالنسبة لهل اتخذ الله صاحبة وولدا، فيقول القرآن على لسان واحد من الجن في سورة الجن الآية رقم 3 وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنا هنا أستغرب من هالجني الغشيم والفسل، فالجني واللي المفروض بحسب الثقافة العربية يكون شاطر ويسترق السمع، لأن هنا يعني توى الناس توى يدري، لو عساس إنه ما يدري توى يدري إن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني من جد توى الناس ترى. لأن المسيحيين وهم ما يسترقون السمع عارفين قبلك وقبل القرآن إن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فلو كنت تعبت نفسك وسألت أقرب مسيحي عندك كنت عرفت من بدري إن الله لم يتخذ صاحبة، وكان اختصرت الوقت على نفسك. فالله مش محتاج يتزوج عشان يجيب أو يكون عنده ابن. فمفهوم الإسلام الخاطئ عن أبوة الله للمسيح أفرز هذا المفهوم الغلط عن المسيحية. ولو في إنسان عادل كان قرأ الإنجيل وتأكد بنفسه من صحة كلامي،
فالآيات الإنجيلية اللي تذكر حمل السيدة مريم لا يوجد فيها أي ذكر لأي اتصال جسدي. فيذكر لوقا في أول أسفار بشارته: وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني الإنجيل ما ذكر هذا الكلام، ولا كنا في حاجة لواحد من الجن يجي يقول لنا شيء إحنا عارفينه أصلا. فلا يوجد مسيحي على وجه الأرض بتسمع منه هذا الكلام السخيف، لكن ممكن جدا تسمع للأسف من أخوة مسلمين ما يعرفون عن المسيحية شيء. أما ما يخص إن الله اتخذ ولدا، وأنا أقول ابن ومش ولد، فالله ما قرر كذا فجأة وفي وقت معين من الزمن يكون عنده ابن. فالمسيح أزلي وموجود مع الله الآب والروح القدس قبل كل الدهور، فوجود الابن سبق تجسد المسيح ومش العكس. يقول الله في كتابه: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ويشرح الرسول بولس هذا المفهوم بوضوح في رسالته للعبرانيين في مطلع الإصحاح الأول، يقول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما وبأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. وأما بخصوص من يزعم أن المسيح جاء ليكون حاكم سياسي وملك يحرر اليهود من الاحتلال الروماني لكنه فشل، فهذا مفهوم اليهود الخاطئ عن المسيح الذي بشرت به الأنبياء. فملك المسيح ملك سماوي ومش ملك أرضي، والمسيح مش جاي أبداً عشان يملك في الأرض، وهو نفسه قال هذه الحقيقة بكل وضوح في يوحنا 18:36، يقول: مملكتي ليست من هذا العالم. فالمسيح لم يتدخل في السياسة، ولم ينتقد أو يهاجم الحكم الروماني أو يحرض عليه، بل بالعكس، فالمسيح هو أول من أسس ما يسمى اليوم بالعلمانية، ففصل شؤون الله عن شؤون السياسة، فقال بكل وضوح: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وتذكر بشارة يوحنا أن السيد المسيح أساساً كان يرفض أي مساعي لتنصيبه ملك أو حاكم سياسي من قبل الشعب. يقول: وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعين أن يأتوا ويختطفوا ليجعلوه ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وحده. فلو كان المسيح يطمح لملك أرضي، فما أعتقد في فرصة أفضل من هذه الفرصة، فليش بينصرف ويتركها؟ فكان المفروض يغتنمها ومش يهرب منها. وأخيراً يجي اعتقاد المسلمين الخاطئ إن المقصود بالمعزي في الآيات إنجيل يوحنا 16:7 إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله لكم. وإنجيل يوحنا 14:26: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. فهنا يعتقد المسلمين إن المقصود بهذه الآيات هو محمد رسول الإسلام، لكن هذا اعتقاد اسمحوا لي أقول لكم إنه اعتقاد خاطئ وفيه الكثير من اللبس. فالآيات اللي سبقت الآيات المذكورة توصف لنا هذا المعزي أو المحمود أو البرقليل. فخلونا نشوف إيش تقول الآيات 16-17 من نفس الإصحاح. تقول: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزي آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. فهل مواصفات هذا المعزي تنطبق على رسول الإسلام ولا لا؟ خلينا نشوف. أول وصف لهذا المعزي إنه يمكث معكم إلى الأبد، يعني هذا المعزي بيكون موجود معنا على طول. فهل رسول الإسلام موجود اليوم معنا أو غير موجود؟ رسول الإسلام غير موجود طبعا لأنه مات، وهذا يعني أن هذه الصفة أكيد ما تنطبق عليه.
فخلنا نشوف الصفة الثانية لهذا المعزي إذا كانت تنطبق على رسول الإسلام أو لا، وهي أن العالم لا يستطيع أن يراه. فهل الناس شافت ورأت رسول الإسلام ولا كان مخفي عنهم؟ طبعا الناس مثل ما نعرف شافت رسول الإسلام، وفيه وصف الملامحة، وهذا شيء مؤكد، مما يعني أن هذه الصفة هم بعد ما تنطبق عليه. وثالث صفة لهذا المعزي هي أنه يمكث مع التلاميذ ويسكن فيهم وأنهم يعرفونه. فهل عرف التلاميذ رسول الإسلام أو هل مكث معهم أو سكن فيهم؟ طبعا لا، فالرسول الإسلام ما يقدر يسكن فينا طبعا. وهذا يعني أن ما فيه صفة واحدة مشتركة بين رسول الإسلام والمعزي المذكور، واللي هو في الأساس روح، ورسول الإسلام جسد. يعني الموضوع صدقوني شارح نفسه وما يحتاج شرح، لأن المقصود بالمعزي هنا هو الروح القدس الموجود قبل كل الدهور والماكث إلى أبد الآبدين والغير مرئي والساكن في كل من يصدق ويقبل خلاص السيد المسيح، آمين. ولو كان المسيح تكلم عن أنبياء فقد تكلم بالفعل عن أنبياء، لكن أنبياء كذبة. من ثمارهم نعرفهم، فهل ثمارهم خير ومحبة أو حروب وكراهية وحقد ودمار؟ فقال احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من الداخل أو من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ أحبتي لو كان المسيح أخبر عن أحد يأتي من بعده لكنا أول المعترفين به والمرحبين بقدومه ومش العكس. وفي الختام أتمنى أني وضحت بعض الحقائق واللبس في فهم المسلمين عن المسيح والمسيحية. فالمسيح ابن الله المساوي له والمتحد معه منذ الأزل وإلى الأبد، وجوده سبق تجسده، وإن ولادته كانت من عذراء بدون اتصال بشري، جاء ليبشرنا بمملكته السماوية وليست الأرضية، وحذرنا من الأنبياء الكذبة فحاولوا تتعرفون عليهم عشان تحذرونهم ولا تنخدعون فيهم. والآن لكم مني كل محبة وسلام المسيح معاكم، ويا هلا مرحبا فيكم. أحبتي المشاهدين، يا ألف مرحبا بكم في فقرة جديدة من فقرات اللي تتكلم عن روائع الإنجيل. في هذه الحلقة حنتكلم سوا عن موقف من مواقف المسيح من شفاء الحرمة اللي كانت تنزف دم. تعالوا نسمع هذه الآيات ونشوف إيش يقول لك صوت الرب. اسمع دي الآيات: وفيما يكلمهم بهذا إذ رئيس جاء فسجد له، جاء المسيح فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، ولكن تعال وضع يدك عليها فتحيا. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه، وإذا امرأة نازفت دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقد شفيت. التفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاكي. فشفيت المرأة من تلك الساعة. متى 9 الآيات 18 إلى 22. القصة هذه هم بعد مذكورة في إنجيل مرقس 5. وهذه البنت اللي كانت ميتة وأحياها ربنا كان عمرها 12 سنة، مرقس 5:42. والحرمة اللي تنزف دم مصابة بهذا النزيف من 12 سنة. البنت الصغيرة ماتت ومستحيل تعيش تاني، والحرمة المريضة لها 12 سنة وهي تنزف، يعني مرضها مزمن وميؤوس منه، وما في أحد من الأطباء قدر يعالجها كل هذه المدة، ويمكنها تكون صرفت كل قروشها بدون أي فائدة على الأطباء. لكن إلهنا إله المستحيل، هو إله الآن. غالبا هذه الحرمة سمعت عن يسوع والمعجزات اللي كان يسويها،
وكذلك يا إيرس أبو البنت اللي ماتت وحياها يسوع، أكيد سمع عن المسيح واستبشر بمجيئه لكفر نحوم بالخير، فراح يطلب من يسوع أن يشفي له بنته على الرغم من أنها ماتت، والموت ما له علاج. ولكن عندما عند يسوع كل شيء له حل. يسوع قومها من الموت، وكمان الحرمة اللي تنزف دم من 12 سنة. وبعد ما يأست من الأطباء وجاها إحباط، قامت وقالت أروح ألمس ثوب يسوع وأكيد حصير كويسة وتعافى. هذه خطوة صراحة يبغالها إيمان، إيمان قوي. الحرمة تنزف دم يعني نجسة حسب الشريعة اليهودية، وتجي وتلمس رجال قدام الرجاجيل، شيء عجيب صراحة. هي عندها إيمان كبير بالمسيح، علشان كده ربنا شفاها، وربنا أظهر إيمانها، وكل العالم يعرفون عن إيمانها اللي مدحوا يسوع، وإحنا نسمع عنها من خلال الإنجيل. هذه الحرمة كانت مسكينة مريضة، ويمكن ما حد يقدر يتزوجها علشان هذا المرض، ولكن بسبب إيمانها واللي هو أصلا من خلال سماعها عن معجزات المسيح، تماما مثلك أنت وأنت اللي قاعدين الآن وتشوفون هذه الحلقة وتسمعون عن المعجزات المسيح من خلال شاشة جهازك. هذه الحرمة تعافت من مرضها، والرب مدح إيمانها قدام الناس والعالم كله، ورجع لها كرامتها وأنوثتها، وأكيد أكيد الرجاجيل صاروا يخطبونها، ومين ما يبي يتزوج بوحدة مؤمنة وتخاف ربنا. أخوي الحبيب وأختي الحبيبة، إيش حتسوي أنت الآن بعد ما سمعت عن إيمان هذه الحرمة؟ كيف أنه إيمانها طهرها وغفر لها ذنوبها وشفاها ورد لها اعتبارها وكرامتها؟ محمد، خالد، فيصل، عبد العزيز، تركي، مشاري، وانتي عبلة، موزة، حصة، عذاري، آية، أروى، انتوا كلكم تعال اليوم للمسيح مثل ما سويت أنا، لكن تعال اليوم بإيمان مثل إيمان هذه الحرمة اللي شفاها يسوع، ومثل إيمان هذا الرجال يا إيرس اللي بنته ماتت والمسيح قومها من الموت. تعال اليوم والمصطرف ثوبه، خذ هذه الخطوة في الإيمان والمس شاشة جهازك بنية الشفاء، وأكيد حيقول لك الروح القدس إيمانك شفاك بالمسيح يسوع. آمين.